مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. بعد 6 أشهر من اندلاع أول ثورة شعبية في تاريخ سوريا المعاصر، وبعد نحو 3000 شهيد وأكثر من 15,000 معتقل و20,000 لاجئ في دول الجوار، يبدو السؤال حول راهن الثورة السورية ومستقبلها ملحا ومصيريا. فإلى أين تمضي هذه الثورة وما مستقبلها؟ كيف تبدو علاقتها بالمعارضة التقليدية أو تلك التي حاولت أن تبني أطراً جديدة باسم الثورة؟ وإلى أي حد ستسهم المواقف الدولية الثابتة أو المتحولة في إطلاق رصاصة الرحمة على نظام فقد كل أطر الشرعية في وجدان شعبه؟ هذه الأسئلة وسواها مشاهدين الكرام ستكون محور هذا اللقاء الخاص مع رجل الأعمال السوري السيد غسان عبود مالك قناة الأورينت، في أول حوار من نوعه يكسر فيه حاجز الصمت الذي طالما التزم به مترقبا أو متأملا أو منتظرا ظرفا مواتيا لحديث ينطلق من القلب كي يخاطب العقل ويلقي نظرة ما على الحاضر والمستقبل. مرحبا بك أستاذ غسان. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. بداية أستاذ غسان، يعني من يعرفك عن قرب يعرف أنك رجل متأني وتعمل دائما بصمت، وحتى في اختيار إطلالاتك التلفزيونية دائما ما كنت تختارها بحذر. لماذا قررت الآن الخروج عن هذا الصمت وكسر هذا الحاجز؟ أولا يعني الحقيقة فيني أقول كلام أنتم بخير للشعب السوري جميعا، وأتمنى له أن يكون إن جاء هذا العيد ونحن مكسورين الخاطر، أتمنى أن يكون العيد القادم عيد جبر الخواطر بإذن الله وعيد نصره على الطغيان. وأترحم على أرواح شهداء الثورة السورية، هؤلاء الكبار الذين ضحوا بدمائهم لأجل اليوم الموعود، وأترحم على شهداء الثورات العربية ضد الطغيان، متمنيا لهم فسيح جنان رب العالمين. الحقيقة كسر الصمت هو بناء على دعوة منكم، يعني أنتوا طلبتوا أنه تعملوا معي مقابلة بعد وقت اللي وصلت على دبي، وهذا الشيء بيشرفني. وأنا يمكن كثير من الأوقات طلب مني أنه أحكي مع الإعلام التلفزيوني سواء كان العالمي أو إعلامكم، لكن دائما كنت أفضل أنه أترك المجال للآخرين بأن يقوموا بشرح واقع الحالة السورية. الآن طبعا أنا ظهرت بالمرة الأولى وقت اللي كنت عماد بقول للنظام نرغب بدولة يريدها الشعب السوري حرة، يريد الشعب السوري أن يديرها، نرغب باقتصاد حر وليس باقتصاد منهك لصالح شخصيات. وظهرت مرة أخرى عندما بدأ الحراك السياسي. الآن أسباب ظهوري ورغبتي فعلا في الحديث أن هنالك أكثر من سبب. السبب الأول تطور الثورة أفقيا في الشارع السوري، إذ أصبحت تمتد على كافة التراب السوري، أو فينا نقول في أوسع مناطق جغرافية في سوريا، ابتداء من درعا ثم إلى حمص ثم إلى بانياس ثم إلى اللاذقية ثم إلى إدلب ثم إلى حماة ثم إلى دير الزور والرقة والقامشلي والبوكمال، يعني شملت كل الأراضي السورية. وإضافة إلى الارتدادات التي يحاول النظام القيام بها بعد أن أحس أن هذا النظام إن شاء الله قربت نهايته على يد الشعب في سوريا، ارتداد الحقيقة يجب أن يعرف الشعب السوري ماذا يفعل هذا النظام سواء الآن أو للأيام القادمة. فالشعب السوري هو الأصلح على تصويب ثورته وبنفس الوقت تصويب مستقبله بكل بساطة. هاي الأسباب. أستاذ غسان، قبل أن نتحدث عن الارتدادات التي أشرت إليها حول ما يمكن أن يكون ارتدادات هزيمة النظام في مواجهة هذه الثورة،
تبدو العودة إلى معاينة الواقع الذي أنجب هذه الثورة مهمة وملحة؟ بمعنى أدق، ما هي المعطيات التي دفعت الناس إلى الخروج إلى الشارع بعد سنوات أو عقود طويلة من الصمت؟ أنا الحقيقة بقدر بختصر لك إياها بجملة كتير كتير بسيطة. الذي دفع الناس إلى الثورة أسباب كثيرة، أهمها على الإطلاق الإحساس بالغبن، والإحساس أننا كشعب سوري حضاري حولنا هذا النظام إلى بدو الشرق، وإلى خدم في دول أخرى، وإلى مشردين في دول أخرى. وهذا النظام الذي استطاع فعلا وبكل جبروت وعنف أن يهجر الشباب من أحضان أسرهم، في حيث أصبحت معظم الأسر السورية لها مغتربين، حتى يعني فيني أقول لك أنه في رمضان الماضي أحد العائلات، يعني رجل عمره 60، فسألته كل عام أنت بخير، قلت له كل عام أنت بخير ورمضان كريم، كيف رمضان معك؟ فقال لي أي رمضان عم تحكي؟ ما أنا قاعد أنا والختيار والختيارة قاعدين عمال بناكل سم من 7 أولاد وبنتين لوحدي، قاعد أنا والختيار. فالناس بدأت تحس بالغبن، حست بالغبن الشديد على يد هذا النظام. أوكي، هذا النظام اختلع عزة النفس السورية، حاول يقتلع الحضارة والسؤدد اللي عند السوري سواء كان في المنطقة ككل، حاول يشيله من حضارته 8000 سنة ويحوله إلى عبد. يعني إشارتك الحقيقة مؤلمة جدا، لأنه عندما تتحدث عن رجل في 60، يعني هذه سن التقاعد، سن الراحة، التطلع إلى إمضاء ما تبقى من الحياة بشيء من الرفاهية، بظل أولاده وبظل أسرته يعني. فعندما يكون يبحث عن لقمة عيشه فهذا فعلا واقع. الله أكد لي أن السفرة التي تضعها زوجته هي نفسها التي ترفعها، ناقصة لقمة أو لقمتين. ربما أستاذ غسان، يعني على الواقع عن هذا الرجل المسن الذي قابلته، أيضا ربما المشاهد لا يعرف أنك أنت كتبت سلسلة من القصص الإخبارية التي حاولت أن تتلمس فيها هموم الناس، وكانت منها تقرير مثلا على سبيل المثال أبي ماجد الخضري وأبي نهاد الموظف، وعن الفلاحين البسطاء الذين وجدوا في واقع حياتهم المرير أفضل تبرير لخروج الناس إلى هذه الثورة. أستاذ غسان، يعني هذه الشخصيات التي تحدثت عنها في سلسلة التقارير، أبو ماجد وإبراهيم الفلاح وأبو نهاد الموظف، أولا هل هي شخصيات واقعية أم متخيلة؟ والسؤال الثاني، هل هي معاناة تخص هؤلاء الأشخاص أم أنه ربما إسقاطات لواقع الحال للشعب السوري بشكل عام؟ شوف، أول شيء اللي بيعرف غسان عبود بيعرف أنه أنا من طبقة متوسطة، طبعا أنا من إدلب، فإدلب مدينة أقرب إلى قرية كبيرة، فالناس كلها بتحتك ببعضها، فبتعرف بسهولة تستطيع أن تستشف معاناة الناس. وبالتالي إبراهيم الفلاح هو فعلا إبراهيم صاحبي، لأنه بروح لعنده على الأراضي وبيشرب أنا وياه شاي وبعرف معاناته وبيحكي لي شو عم يصير معه. إذن هي شخصية حقيقية. الخضرجي حيد أبو ماجد معروف، كل الناس بتعرفه، فهي شخصيات حقيقية. فأنت من خلال احتكاكك معها هي بتسمعك ما يحدث معها، لأنه هي بتعتبرك أنك أنت إعلامي وعندك قناة إعلامية، فبتقول لك شو عم يصير. وبعدين احنا أولاد هدول، يعني وين نطلعنا؟ يعني كنا احنا أولاد هالطبقات هاي وهالناس هدول. وبالتالي سيد غسان، يعني ليست هي شخصية فقط، وإنما أيضا ربما تمس الواقع، واقع المجتمع السوري. هذا هو المجتمع السوري كلته، يعني للأسف الشديد طبعا ما في عنا، المجتمع السوري ما بيتميز بكمية كبيرة من العلماء من المهندسين، لأنه كله عم يرحل عم يطفش. يعني أنت بتعرف في سوريا أنه يدخل إلى سوق العمل 250 ألف واحد سنويا، بيضل منهم 25 ألف و225 بيرحلوا، فشو اللي باقي يا مولانا ما بيقولوا بالبلد. الحقيقة في شيء أهم من هذا الموضوع أنا بدي أطرحه. هدول التقارير اللي عملتهم، خصوصا التقارير الأولى يلي كانت عن بداية الثورة، وقت اللي كنا نقول يلي كانت تقسمت إلى 3 مراحل، اللي هي تشريح حالة النظم الجمهورية الثورية اللي سميناها نوع من السخرية وقتها من هاي الجمهوريات، وكذلك كان في شيء اسمه شحادين يا بلدنا، كمان جزء أنه من مال الله أعطونا حرية يا جماعة يا حبايبنا يا أولاد بلدنا يا أهلنا يا نظامنا يا حكوماتنا، بدنا حرية بدنا نعيش بدنا كذا. وبعدين كانت الخطوة الثالثة هي إعلان الثورة.
في شيء أخطر من هنالك، أنه عندما الشعب السوري يتقبل هذه الدعوة ويعرف أنه فعلا مهضوم هذا الحق، وأنت تشعره بالحالة اللي هو فيها أكثر وتقول له لا كثير هيك. أنا هون الحقيقة في عندي إشكالية بدي أحكيها المثقفين السوريين وعن الواقع الثقافي اللي صاير في سوريا. إنما يحدث دائما في مصر بالمناسبة له صدى في سوريا، يعني الغنية بتطلع في مصر من غنية نحن في سوريا، الكتاب الذي يطبع في مصر يقرأ في سوريا. في مصر بدأت مرحلة التنوير الأولى على إيد محمد علي باشا مؤسس الدولة، طبعا أرسل كتير بعثات وصار في شيء اسمه حركة تنويرية. هذه البعثات رجعت من أوروبا، وطبعا كمان بالحق جاب اليهود والمسيحيين من المشرق العربي واعتمد على الطليان وعلى اليونانيين، فعمل نوع من الحراك في المنطقة. استمر هذا الحراك إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، جمال أفغاني، محمد عبده، مصطفى لطفي المنفلوطي، أسماء كتيرة، رفاعة الطهطاوي، في عندك بعدين جورج أبيض، أسماء كتيرة إجت. قامت عليها حركة التنوير يلي فيما بعد أدت إلى استثمار الظروف الدولية وأنه نخلص من حكم العثمانيين، زائد أنه الأخوان أخواننا المسيحيين بظروف معينة كمان راحوا درسوا في 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 بأوروبا، وبنفس الوقت العائلات التقليدية غارت من هاي الحالة في سوريا وأرسلت أولادها إلى الخارج وتعلموا في أرقى الجامعات كامبريدج والسربون، إلى درجة أنه كان المعهد العالي للحقوق كان اسمه في سوريا كان يعتبر سربون الشرق. أوكي، وتم تأسيس كلية الطب أو معهد الطب العربي، وتم تأسيس المجمع اللغة العربية على يد كرد علي. يعني بهذا الواقع طلعت بمجموعة من المثقفين رائعين. استمرت هاي الحالة طبعا في سوريا أيضا، وصار في شيء اسمه مسرح ونوادي وأدب وشعر وبنفس الوقت سينما. يعني إجا هذا الحامل رأس المال مع الثقافة أو المثقفين الذين عادوا والمتعلمين عادوا من أوروبا ليرفعوا، اللي صار في هاي الرافعة. يعني بقدر بقول لك إنه في سوريا مثلا في النصف الأول من الخمسينات القرن الماضي كان في حوالي شيء 70 وسيلة إعلامية. من أسس هذه الوسائل الإعلامية؟ قولا واحدا هو المال البرجوازي الوطني الذي حمل هذه الثقافة. لكن الإشكالية اللي أنا هذا بدي أوصله بدي أقوله، الإشكالية أنه ببداية العشرينات القرن الماضي بعض المثقفين استجلب لأن تجارب الأحزاب وخصوصا هذه الأحزاب الشوفونية اللي سميت أحزاب قومية وإلى آخره، جابوها وبدأوا يعني يعملوا حالة صراع في المجتمع السوري. هذا الصراع في المجتمع السوري ما كان متوقع أنه يتحول إلى صراع كتير قاسي في النصف الثاني من القرن الماضي. طبعا استطاعوا أن يأسسوا أحزاب، هاي الأحزاب تحالفت أيضا مع المثقفين، اثنين مع بعض صاروا يحاربوا العائلات التقليدية اللي هي عائلات سورية، فاضطرت أنه هاي يعني سواء في سوريا صار في عائلات تقليدية عملت مصانع، عملت صيرفة، عملت كتير، لأن عندهم مثقفين، صارت بنية اقتصادية كاملة. بعدين وقت اللي إجا ليعمل هذه الجامعات عم صار يعلم أولادنا، يعني هسا أولادنا اللي ما بيقدروا يروحوا على أوروبا صار هو يعلمهم، صار يقوم بهاي عملية التنوير بالكامل. هل هاي الثقافة الجديدة استطاعت إن مع تطرد الثقافة القديمة؟ للأسف الثقافة القديمة هي كانت ثقافة تسامحية، ثقافة رغبة بناء سوريا مواطن للكل، عرفت كيف؟ يعني كان يكفينا أنه تطلع بس قوانين إلى علاقة بالعمل والعمال لتشرع المصانع أو بالعلاقة بين 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 المالك والفلاح لحتى تشرع القصص. فطبعا كل هذا الحكي هني رجعوا كمان اعتمدوا على العسكر واستمدوا العسكر إلى جانبهم، ظنوا أنه هني العسكر سيساعدهم في الوقوف في لوجه المثقفين المد البرجوازي او مطلق عليه المد البرجوازي الوطني او هكذا. اوكي، العسكر فعلا تجاوبوا معهم وبدات عمليات الانقلابات بالخمسينات. اعتقد صارت اكثر من 16 محاوله انقلابيه، يمكن 7 أو 8 منها نجح. بالبدايه الستينات استطاع العسكر ان يسيطروا على الحكم،
كل ما هنالك قام العسكر بأنه أكل الأحزاب وهمشة وأكل المثقفين والمثقفين حتى بما فينا دول المثقفين الثوريين يسموا حالهم أو المثقفين التقدميين أكلوا حوالي الهامش وأصبحنا بلا ثقافة. أنا بزعل على شغلة أساسية أنه هاي الثورة الآن تحملها غنية يا حيف غنية حلوة وجميلة، لكن أنا بعرف أنه هاي الغنية انعملت بيوم لتكون قصة يعني تشجع الشعب السوري، لكن أنا أسأل المثقفين أين جان جاك روسو الثورة السورية؟ أين لامارتين وهوغو الثورة السورية؟ وين ثقافة الثورة السورية؟ ثورة اليوم صار 6 شهور ما عم نشوف إلى ثقافة، ما عم نشوف إلى مثقفين يعطوها هذا البعد، يعطوها هذا الامتداد، ما عم نشوف هنالك رؤية جديدة لأحزاب جديدة تساهم تكون جزء من هذه الثورة، لأن الثورة لا تلبس أسماء مبالية، الثورة دائما تأخذ ما بتأخذ أحزاب قديمة، بتأخذ تعمل حزب على الحقيقة، بتعمل ثقافتها هي. أستاذ غسان، طبعا بالعودة لحديثك عن التنوير في مصر لابد أن نذكر أن الكثير من أعلام سوريا ساهم في هذه الحركة التنويرية، أبو خليل أباني أسس الكواكب الغنائي وعبد الرحمن كواكبي عندما أصدر كتابه طبع الاستبداد أحدث صدى هائلا في مصر، وشارك السوريون حتى في تأسيس الصحافة المصرية العريقة التي نعتز بها اليوم دار الهلال وحتى الأهرام يعني بين مصر ولبنان. ولكن عندما تطرح مسألة غياب المثقف الآن يبدو هناك واقع موضوعي قاسي جدا، يعني الحديث فرد تماما الحديث عن تسلط العسكرتاريا على الحركة الوطنية، أدى إلى الحقيقة العسكرتاريا تسلطوا على كل شيء، تسلطوا على الاقتصاد، على الحياة السياسية، على يعني على كل شيء، على الحادات، على ليس المثقف هو الوحيد الذي همش، المثقف والاقتصادي والجوادي والتاجر، لكن المثقف كان يستطيع للأسف أنه هو تماهى معهم في الأول، وهو الذي استئمت ما بيقول لك المثل جاب الدب لكرمه، عرفت كيف؟ ظن انه هذا الدب حيساعده فالدب فيما بعد انقلب عليه واكله. على كل إن يبدو ان المثقفين الان يشعرون انهم في مأزق، لان الشارع سبقهم في هذه الثوره، طروحات الشارع كانت اوضح واجرأ بكثير يعني من طروحات المثقفين. صحيح، يعني على الاهاوي ما متذكرين انه حيصير في ثوره، حتى كان معهم احباط كامل يعني. بالضبط، هناك احباط كامل، هنالك عدم قراءه للواقع العربي بشكل عام وللواقع السوري. إذا كنا نحكي على الواقع في بعد، يعني واضح أنه المثقف كان أو المثقفين مجموعة مثقفين كانوا عايشين في واد والشعب السوري كله يعيش في واد. ولكن يعني يجب أن ندافع عن الطرف الذي تنتقده، لا شك أن جزء تنتقده بمحبة يعني أكيد بمحبة، ولكن أستاذ غسان أنت تعلم أن جزء من عزلة المثقف فرضتها السلطة، حاولوا قطع كل وسائل الاتصال بين هذا المثقف والرأي العام. صح. على كل إن هذا موضوع طويل وشائك، نعود إلى الثورة السورية الحالية بعد أشهر عديدة من اندلاع هذه الثورة، إلى أين تمضي الثورة الآن برأيك؟ يعني سؤال يطرح نفسه بالنسبة للشارع وبالنسبة للمثقف. الثورة بدأت بمقاييس، هي مقاييس الشارع واحتياجاته، الاحتياجات الأساسية يعني أول ما طلع الشعب السوري ما بينزل، هذا شعار بسيط جدا، شعار بسيط واضح، هذا واضح انه الذل شو هو؟ الذل مكونات الذل اولا هي دعس الكرامات، وهذا ما ساوته السلطه على مدى اكثر من 50 عاما، التجويع، الحاله الاقتصاديه. الى اين تمضي الثوره؟ الثوره تمضي الى اسقاط النظام، ليس هنالك حوار ولن يكون حوار بين الشعب وبين اي من مكونات الثوره مع هذا النظام. تمضي الثوره باتجاه النصر الى ان تنهي هذا النظام، هاي هي بكل بساطة وبكل اختصار. نعم. طيب أستاذ غسان، يعني دائما العامل الاقتصادي يعتبر حاسما في مسألة الثورة وتحديد مسارها. نعم. كيف ترى أثر الاقتصاد في هذا السياق، وخصوصا أن النظام عمل على إشاعة الخوف بين أوساط الناس أنه إذا ما استمرت هذه الثورة فاستعدوا لأيام سوداء كما يقال، واربطوا الأحزمة طالما استمرت هذه الثورة، كيف تنظر إلى هذا الواقع؟ ما هو كلهم قالوا هيك، يعني الأتراك قالوا هيك، الفرنسيين قالوا هيك. أوكي. وهو عمل، هو طبعا هو بيعرف أنه سوريا ليس بجهوده هو يعني، وليس بجهود هذا النظام ولا اللي قبله، سوريا تستطيع أن تطعم شعبها
وتطعم أكثر من شعبها بكتير شعوب إذا بدك كمان ليس هناك مشكلة. فما تحقق اكتفاء ذاتي دائما يعني كل هالسرقة اللي عم يسرقونها وسر بلدنا فيها خير شو بدك أحلى من هيك؟ إذا أنت تعتبر أن الشعب السوري تجاوز مرحلة أن يصدق مثل هذه الإشاعات؟ لا يمكن أن يصدق هذا الموضوع. الشغلة الثانية هو نوع من التهديد، يعني هو بده يقول إنه أنا إنه هذا اللي عم تساووه نوع من التخريب وإنه هلا حتجوع إلى آخره. ما هو نحن جوعانين يعني شو نقص علينا يعني؟ الشعب السوري جوعان وقت اللي أول شيء بسبب الجوع بروح بعتوا له أدوية حتى يبعتوا له أكل او يبعثوا له مساعدات من برا بسبب هجرتهم. منتج الدولي الاقتصادي من يسرق ومن مين عم ياخده مين؟ اوكي بكل بساطه يعني بكل سؤال من اول هيدي. شوف سوريا ليس هنالك خوف عليها اقتصاديا هالقليله. هو عبده هو طبعا بده يقوم بعمليه التجويع وعم بيقوم يعني ما انا عمال بحكي لك بس الشعب السوري بيعرف شو عمال وليس التجويع فحسب التجويع والقتل والتجويع سيدي قبلانين بناكل ورق زيتون احنا ما عندنا اشكاليه يعني لكن القتل ايضا يقوم بالاهانه الكرامات الى اخره. هقول لك شغله انه بعد ما طلع فرنسا طبعا كان الليره السوريه كانت مربوطه بالفرنك الفرنسي وتعرضت الى مطبات طويله بسبب انه الاحتلال المانيا لفرنسا وبعدين فك الاموال وبعدين اخذوا الذهب وسرقوا الى اخره. يعني خلال سنه سنتين بس من تاريخ الحكم الوطني صار الفرنك صارت الليره السوريه اقوى من الفرنك الفرنسي نفسه. اوكي فمعلش منجوع شوي لبين ما نكنس هالنظام. في نهايه الامر من يرفع شعار الموت ولا المذله يعني ما عندهم شعاريه بعدين الجوع خير اراضينا كثير يعني ممكن خياره بندوره شو كان مشبع عرفت كيف ما في مشكله. لكن الرؤيه الامام الرؤيه للامام هي بناء بلد حقيقي لابنائنا جميعا لاولادنا ليكون بلد على احنا يعني يعني نحن بنزعل كسوري. انا قلت بيجي بشوف انه هاي حجم التنميه الرائع اللي عمال بيصير بدبي وبأبو ظبي وبالكويت وكذا بسال حالي وين انا وين ليش هيك السؤال ايه وين انا عرفت كيف ليه انا يعني بدي اولادي ما جنبي حد عم يخرب اقتصادي شوارعي مهدمه مدارسي تعبان النظام الصحي ما في نظام التعليمي ما في يعني ما أوكي. سبب تخلفي هن المخلفين يعني هذا النظام هو اللي ودانا لكل هاي القصه. هي فتره محدده 6-7 شهور او يعني بأقصى حد طبعا هو النظام صار إن شاء الله في أيام قليلة لكن خلال 6-7 شهور تعاد بناء الدولة من أول وجديد ويحس المواطن السوري بيرجع بيعيش من أمواله لأنه هذا المواطن دفع دم. سوف لن يسمح لأحد أن يعود برؤية جديدة غير أن يكون خادما لديه. نقطة أول سطر. أعزائي المشاهدين نتوقف معكم في فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار الخاص مع الأستاذ غسان عبود.